بر الأمان. مرحبا بكم في برنامج بر الأمان. هذه الحصة عدد 23 من الموسم الثاني، والحصة عدد 34 من بداية البرنامج. الحصة هذه الأخرى في الموسم الثاني، تعرفوا رمضان على الأبواب، لذا باش نتلقاو إن شاء الله على قريب بعد شهر رمضان المبارك. في الموسم الثاني مشينا للعديد من الولايات مع بعضنا، مشينا للقروان باش نتحدثوا على الموارد المائية، مشينا للتطاوين باش نتحدثوا على التمييز الإيجابي ومفهوم التهميش، مشينا زادة الهياكل العمومية اللي تأثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على حياتنا كمواطنين، مثلا الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اللي موجودة في باردو. الهدف من بر الأمان كيف ما تعرفوا هو كيف نشوفوا كيفاش القوانين تأثر على حياتنا كمواطنين، ونشوفوا كيفاش احنا كمواطنين نجموا نشاركوا في أخذ القرار. لذا نمشيو نتحركوا وين نتوما موجودين، نجم تكون مظاهرات، نجم تكون مطالب نفاذ المعلومة، نجم تكون مختلف الطرق اللي احنا كمواطنين نجموا نساهموا فيها بأخذ القرار ونقيموا بها الأداء متاع الحكومة ومؤسسات الدولة. اليوم باش نقوموا بزيارة الهيكل. الهيكل هذا عنده دور كبير وصلاحيات نسبيا محدودة حسب الدستور القديم، أما الصلاحيات هذه باش تتوسع بمفعول الدستور الجديد. الهيكل هذا كان في الواجهة أخيرا بمحض الصدفة. علاش؟ على خطر أصدر تقرير تقييمي لأداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتخابات 2014. نخليكم مع ضيفتنا اللي هي باش تقود الزيارة. بر الأمان. مرحبا بكم في برنامج بر الأمان. اليوم احنا في شارع طيب المهيري بحض البلفيدير، وفاس من البلفيدير، وواقفين قدام مبنى موجود في 87 شارع طيب المهيري بالضبط. عسلامة مدام. عسلامة، مرحبا بكم مدام. انت عضو في المؤسسة اللي احنا قدامها، لو كان تقدم لنا روحك وتقدم لنا المؤسسة هذه. مؤسستي هي دائرة المحاسبات اللي هي بإذن الله مش يولي اسمها محكمة المحاسبات عند صدور القانون اللي مش ينقح قانوننا الأساسي. أنا قاضية فضيلة قرقوري، رئيسة غرفة التنمية الجهوية والمحلية ورقابة الأحزاب والجمعيات. يعني أنت كي قدمت لنا روحك توا وريتنا العديد من المهمات اللي تكون بها دائرة المحاسبات، المهمات الرقابية. لكن احنا ما زلنا قدام الباب البراني بتاع دائرة المحاسبات، كي نجيو نشوفوا لهنا في البلاك المحطوطة قدامها نلقاو ثم جمهورية تونسية مجلس الدولة دائرة المحاسبات، وبلاكة أخرى اسمها دائرة المحاسبات دائرة الزجر المالي. نبدأ بالوحدة بالوحدة، جمهورية تونسية واضحة والحمد لله وربي إن شاء الله تقعد في العائلة. مجلس الدولة ايش معناها مدام مجلس الدولة؟ مجلس الدولة في دستور الأول الجمهورية التونسية كان فيه مجلس دولة اللي يتكون من دائرة المحاسبات والمحكمة الإدارية، لكن في الدستور الجديد ما عادش فما مجلس الدولة ولا فما القضاء بمكوناته الثلاث اللي هو القضاء العدلي والقضاء الإداري والقضاء المالي اللي يتمثل في محكمة المحاسبات بكافة هيئاتها. بالنسبة لدائرة الزجر المالي، هي تقوم بزجر أخطاء التصرف، تركيبتها مشتركة ما بين المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات. لكن مستقبلا في مشروعنا اللي هو مشروع قانوننا اللي هو أمام مجلس نواب الشعب، اللي هو موجود توا في البيرو دوردو متاع مجلس الشعب، والمواطنين نجموا يلقاوه على الموقع ifp.in موجود. هذه دائرة الزجر المالي ستصبح هيئة من هيئات محكمة المحاسبات قصد تفعيل هذه الدائرة وإضفاء مزيد من النجاعة على تدخلها. شنو هي تعمل دائرة الزجر المالي؟ هي تزجر أخطاء التصرف، كل ما هي أخطاء يقوم بها العون العمومي في قيامه بمهامه في التصرف، وهي تكون عندها أثر مالي سلبي، فإنه يتم
تقديم معناها إحالة إلى دائرة الزجر المالي قصد القيام بالتحقيق والنظر في القضية. وبطبيعة الحال فما قانون كامل قديم كان ينظم هذه الدائرة. يعني قاعدة تقول تو للمواطنين أنهم الموظفين التوانسة إذا كان يقوموا بأخطاء متاع تصرف مثلا، إذا كان يأخذوا قرار ما هوش أحسن قرار ولكن مش عبيد تسرق، عادي نحكيه على سوء تصرف مالي خطأ ويكون عنده تأثير مالي أثر مالي سلبي على المالي، فإنه يكون محل يكون معناها إحالة للدائرة هذه، والدائرة هي تقوم بالتحقيق في الإحالة وبطبيعة الحال معناها القيام بكل مقومات المحاكمة العادلة ومجازات المخلين بالقواعد حسن التصرف في المال العام. أما بالمبدأ هذا من المفروض يكون ثم صف طويل هنا متاع مواطنين يجيوا يقولوا لكم يا مدام راهو ثم سوء تصرف في الإدارة الفلانية ولا هي العلاقة احنا بالمواطن، المواطن ما يعرفش معناها دائرة المحاسبات. وذاك علاش احنا اليوم في بر امان بحذاكم باش نستمعوا نعرفوا بالضبط علاش. لكن من بعد 2011 ولينا نتلقاو شكايات من المجتمع المدني من المواطنين، اللي الشكايات هذيا معناها الهدف نتاعها هو التشهير بكل ما هو تصرف يخلو من مبادئ حسن التصرف في المال العام واللي هو يمس المالية العمومية المصلحة العامة. المصلحة العامة. احنا توا مدام ندخلوا مدام جرجوري لوسط المبنى هذية. بر الأمان. دخلنا في وسط دائرة المحاسبات ومشينا لمكتب سيدة الرئيسة. دائرة المحاسبات عندها ثلاثة مقرات، المقر اللي حكينا عليه واللي احنا فيه توا في 87 شارع طيب المهيري ينفاس من البلفيدير، وثم المقر الرئيسي اللي هو المقر الاجتماعي الموجود في شارع الحرية بحذا الباساج، وثم زاد مقر آخر في بوشوشة في ديوان مجردة سابقا. المقر الأخير هذا في حالة حرجة على خطر البنية قديمة وحسب العاملين فيه إلى السقوط. نذكروا أنه دائرة المحاسبات تراقب كل الهياكل أو المؤسسات اللي يتعدوا عليها مال عام. المال العام ينجم يكون صادر من الدولة، من الجامعات المحلية، من وزارات أو حتى شركات تشارك فيهم أي هيكل عمومي في رأس مالهم. الدائرة عندها زوز مهام أساسية. المهمة الأولى هي مهمة قضائية، معناها تخدم كل محكمة فيما يخص الحسابات متاع المحاسبين العموميين. ولهنا نزيدوا نأكدوا أنه ثم فرق ما بين الحسابات متاع المحاسب والمحاسب في شخصه، باش نتعمقوا في الجانب هذا أكثر في الجزء الثاني. أما توا باش نواصلوا مع السيدة فضيلة الجرجوري في مهمة الأساسية الثانية اللي هي المراقبة. نظرا أن احنا على أمواج مرفق عمومي مؤسسة الإذاعة التونسية، خذينا مثال المؤسسة هذه اللي تنجم تخضع للرقابة من طرف الدائرة. وبالفعل في التقرير السنوي عدد 29 آخر واحد يعني الموجود على موقع دائرة المحاسبات اصدر التقرير للمهمة الرقابية الإذاعة التونسية اللي أي شخص ينجم يطلع عليه في موقع الويب متاع دائرة المحاسبات، وزاد على صفحة فيسبوك متاعنا اللي باش نبرتجيوه ونحطوه على ذمتكم. أما توا خلينا نكملوا نسمعوا الجزء الثاني للسيدة فضيلة جرجوري. بر الأمان. عندنا في دائرة المحاسبات هي التحاورية اللي نسميوها لا بروسيدور كونتراديكتوار، يعني اللي هي تتم معناها في كل مراحل الإعداد التقرير. تنطلق العملية الرقابية أول حاجة ناخذ موعد مع رئيس المؤسسة باش نمشيو لها نعرفوه بالفريق، نقولوا له معناها شنو هي الهدف من شنو هي الدائرة، شنو الهدف من القيام بالمهمة الرقابية هذه. وبعد يبدأ ونعطيه معناها وثيقة لإعداد فيها الوثائق اللي مشي تنطلق منها من العملية الرقابية. وبطبيعة الحال بعد مش تكون فما عدة معناها لقاءات تتبرمج. نبدأ من أصحاب الوظائف العليا ومن بعد الفريق الرقابي يهبط بشوي 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 بشوي، ويتم من بعد معناها أول عملية في
نسميه احنا اعداد التقرير التشخيصي. التقرير التشخيصي هذا انطلاقا من تشخيص الوضعية المؤسسة، انطلاقا من لقاءات هذوما اللي في المستوى الاول، انطلاقا من الوثائق اللي تم معناها طلبتها الدائرة وتم مدها بها، انطلاقا من الإطار القانوني اللي نظم المجال. الدراسة هذه والتقرير التشخيصي الهدف منه شنو هو؟ تحديد المحاور الرئيسية اللي مش تكون معناها يتم القيام بها في العملية الرقابية. لهنا نجم نزيد ونتفش وتقولش عليكم يعني تعملوا في خدمة متاع صحافة استقصائية وإلا متاع كابينة دوديتور، يعني تاخذوا القانون الأساسي متاع مؤسسة تخرجوا منه شنو لازم يكون، تقارنوا بشنو موجود وكل شيء وتعملوا حوارات. هذه الكل موثق، هذا تمشي متاع باحثين في العلوم الاجتماعية يعني. هذه الكل موثق، هذا الكل موثق. برنامج العمل يتم عرضه على الغرفة، تصادق عليه الغرفة إذا كان معناها خاطر ديما العين الخارجية عندها قيمتها. سيد الرئيس نذكر الغرفة اللي هي غرفة كيف ما أنت تترأس غرفة، كيف ما أنا نترأس غرفة اللي عندنا في الغرفة هذه 11 قاضي مع ثلاثة معناها كتبة اللي يعاونونا برشا في العمل، هم يساندوا ويعاضوا السادة القضاة في قيامهم بالمهام. يعني توا اذا كان قاعدين نعملوا في نحكيوا في التمشي نتاع نتاع تقرير تقوموا به، دونك بعد ما مشيتوا الرئيس الهيكل تحدثتوا وقمتوا بحوارات مع المسؤولين بعد الوظائف العليا ودراسه الملفات ودراسه الاطار القانوني، عملتوا التشخيص، عملنا التشخيص من بعد. الفريق العمل عملت عد تقرير تشخيصي واعد مصفوفه المخاطر. مصفوفة المخاطر هذه الهدف منها كونه نشوفوا معناها شنو ما لي زون دو ريسك، وين فما معناها مجال او من النشاط من نشاطات الأنشطة المؤسسة اللي فيه يمكن انه معناها فيه خطر اكثر، درجة الخطورة في المخاطر فيه اكثر، دونك نوجهوا اعمالنا الرقابية ليه تكون وين ما فما درجة المخاطر تكون أعلى، وين ما تكون الأعمال الرقابية يلزمها ما تتمش بصفة انتقائية، ما بصفة يعني مسح كلي للجزء للنفقة هذيك ولا مثلا الصفقات العمومية ولا تصرف الموارد البشرية. إذا اتضح كون المجال هذيك لم يتم مراقبته بتاتا، لا من الداخل غياب مثلا رقابة داخلية، لا من الخارج لم يكن معناها المؤسسة هذيك محور رقابة من جهة خارجية، لا مراجعة حسابات، لا هيكل تفقد، لا هيكل آخر، فإنه تكون درجة المخاطر فيه معناها مرتفعة، وفي الحالة هذه يتم معناها الرقابة. على ضوء هذه مصفوفة المخاطر يتم إعداد برنامج العمل. برنامج العمل هذه وثيقة تكون فيها تحديد الهدف الرئيسي والأهداف الجزئية، وكل هدف يلزم يكون للقاضي معيار. المعيار هذيك مش يعتمدوا في العمل الرقابي متاعه، معناه هو جدول فيه ثلاثة أعمدة. العمود الأول فيه الهدف الرقابي، العمود الثاني هو فيه المعيار، كان معناها قانونا فصل من القانون أو من الأمر أو من وفي العمود الثالث مش تلقى شنو العمل الرقابي، مش يقوم القاضي، مش يقوم مثلا بالتثبت في أنها كل الشراءات تمت فيها تفعيل المنافسة. كيفاش باش نشوف هذا؟ شوفها لأنه هالعقود هذه اللي شراء كي نقولوا شرينا في نبقاو ديما في التلفزة ولا في الإذاعة تجهيزات معناها للتصوير، هل أن التجهيزات هذه كيفاش تم شراءها؟ هل أنه تم شراءها بصفقة عمومية وصفقة هذه كيفاش تمت؟ هل تم الإعلان عليها في الوقت المناسب؟ أعطى الوقت الكافي لتقديم العروضات؟ هل أن فرز العروض
تم من قبل اللجنة وتم توثيق كل أعمال اللجنة، وكان الاختيار معناها للأسلم للي تتوفر فيه الشروط اللي أحسن عرض، وبعد كيف كيف معناها مرحلة أخرى التنفيذ. كيف تم التنفيذ؟ هل أنه تم استلام التجهيزات هذه، التجهيزات اللي تم تسليمها هي في أول حاجة في الأجال ولا لا؟ ثاني حاجة هل أنه ثبتنا من أن التجهيزات هي مطابقة للمواصفات اللي حددتها المؤسسة ولا لا؟ هل أن معناها خذينا ضمانات بأنه نهارت اللي يتكسر التجهيزات هذيك راهو معناها عنا ضمانات الكافية لحماية حقوقنا؟ هذا الكل تلقاه في معناها في البرنامج العمل. اذا معناها نكملوا باش يبدا التسلسل، نكملوا دونك وصلنا لهنا، وصلنا للمصادقه على التقرير، على مش التقرير، على التقرير التشخيصي وبرنامج العمل، وبرنامج العمل من قبل الغرفه. ان صدقنا الفريق ينطلق في اعماله الرقابيه، يقوم بالاعمال الرقابيه كلها الموجوده في برنامج العمل، ونتيجه هذه الاعمال يتم اعداد تقرير نسميه احنا الملاحظات الاوليه. ملاحظات الأولية هذيك تمشي للهيكل المعني، عنده حق في شهرين للإجابة على كل الملاحظ بملاحظة بملاحظة، يجاوب عليهم. معنا نعطيه تقرير في هذه الملاحظات الأولية، ونعطيه جدول مصاحب على حامل إلكتروني باش نسهلوا له الإجابة، وجدول باش كل معناها ملاحظة يقابلها الإجابة متاعه. على ضوء الإجابة هذيك الدائرة معنا الفريق الرقابي والغرفة يعودوا معناها إعداد تقرير تأليفي. في التقرير التأليفي هذا ناخذ الأهمية النسبية للملاحظة، معناها نجمو في التقرير الأولي تلقى 150 صفحة، والتقرير النهائي اللي ينشر تلقى فيه 30 صفحة 25 صفحة. علاش؟ خاطر هدفنا وقتها معناها أن نتخليو على الملاحظات اللي تعهد الهيكل العمومي ومعناها بالوثائق موثق قال لنا ها هو عمل اجراءات سي معناها بالتجاوز هذاك الاخلاق. دونك هذيك نحيوها من التقرير. كيف معناها ملاحظات اللي هي رفعناها احنا واللي نشوفوها كوني هي معناها بسيطه، وفما يعني اجراءات اونكور يعني اللي تلاف فيها، دونك نجمو نستغنيو عليها. وما يبقى في التقرير هما الملاحظات الهامه واللي معناها الدائرة تشوف كونه يعني يلزمهم يظهروا في تقريرها. بيان سور معناها ناخذوا بعض المقتطفات من الإجابة في الإجابة ونلقاهم في آخر التقرير، لا ونعدوا دونك التقرير التأليفي. التقرير التأليفي هذا يتعود يتبعث للمؤسسة ونقول لها راهو عطينا إجابة مختصرة، الإجابة هذيك والتقرير مش يتم نشرهم الزوز في التقرير السنوي. المعدل متاع التمشي هذا الكل قديش يحب لكم؟ سنين؟ اي شفت معناه هو راهو التمشي هذايا الكل والهدف منه هو حماية معناها الحقوق الجهة المراقبة. الفات اللي نحن أدور بريز معناها نعطيهم الحق في الإجابة هي ضمانة للحقوق، وهيك علاش احنا نسميوها البروسيدور كونتراديكتوار او معناها التحاوريه في 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 معاملاتنا، هي ضمانه للجهه المراقبه اعطاها الحق انها تجاوب وانها تصلح، وانه هذا هو الهدف. وفي الاخر بطبيعه الحال يجم يكون عادي جدا ان احنا والمتصرف ما نتلاقاوش في كل النقاط، فما نقاط تقعد خلافات، لكن احنا ملاحظتنا تبدا مبنيه عندنا مؤيداتها، وهيك علاش معناها تقريرنا يبدا التقرير ومعه اجابه الهيئه في اطار يعني مش الهيئه يعني الهيكل العمومي في إطار الشفافية، والمواطن الحق
في أنه يقرأ التقرير الدائرة ويقرأ زادة التقرير الجهة رد الجهة المراقبة. قداش ياخذ وقت هذا كل معدل؟ دونك معدل عام ونص هكاك باش يجي يخرج التقرير. وفما المهام الجديدة اللي زادت اللي هي تساعد الدائرة تساعد السلطة التشريعية والتنفيذية في تنفيذ قوانين المالية وتقيم السياسات العمومية. وزدنا حاجة احنا توا في مشروع قانوننا الأساسي نحبه كون المتابعة متابعة تقارير دائرة محكمة المحاسبات تعود للمحكمة. شوف معناها جسامة المهام هذه كلها مهام جات في الدستور وجات في القانون القديم وفي المشروع القانون الجديد. إضافة لهذه المهام الدستورية والقانونية ثم مهام أخرى تم اسندها لدائرة المحاسبات اللي جات أول حاجة بالقانون الانتخابي اللي هي رقابة تمويل الحملات الانتخابية للانتخابات متاع المجلس الوطني التأسيسي وبعد الانتخابات التشريعية وانتخابات الرئاسية وتوا الانتخابات البلدية. هذه مهام أخرى. ثم مازال زادا مهام تم إسنادها لدائرة المحاسبات بمقتضى اتفاقية تم إبرامها ما بين الدولة التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير. احنا نلقاو روحنا ملزمين بأن نعدوا وهذا والحمد لله قمنا بالمهمة معناها رغم اللي كلفتنا المهمة هذه التنازل عن حقنا في العطلة السنوية على حساب معناها عطلتنا سنوية رجعنا وبش بش بش 31 ديسمبر 2012 هو الشرط هذا موجود في الاتفاقية أن الدائرة تراقب 60% رقابة مالية روديت فينانسي رقابة مالية على البلديات 60% من البلديات اللي تودع حساباتها لدى الدائرة. معناها السنة في 2016 عملون 31/12/2016 الدائرة نشرت على موقعها الويب 99 تقرير هذا معناه خارج على بخلاف معناه البرنامج السنوي متاع دائرة المحاسبات. وهذا احنا بارتاجيناه على صفحة الفيسبوك متاعنا بر الأمان بالعربية ولا بالفرنسي والمواطنين نجموا يقاوه وقتها دوب ما خرج احنا شاركناه. 99 تقرير 5 غرف غرفتي أنا هذه غرفة التنمية الجهوية والمحلية عملت 24 تقرير والتقارير والأربع غرف جهوية صفاقس سوسة جندوبة وقفصة الكلنا الخمسة غرف باش خرجنا 99 معناها تقرير على الموقع الويب. بر الأمان. مرحبا بكم من جديد، تسمعوا في برنامج بر الأمان، هذه الحصة عدد 23 للموسم الثاني، وكيف ما قلت لكم في بداية الحصة هذه الحصة الأخيرة في الموسم هذا على خاطر رمضان على بويب. كنت تسمعوا في السيدة فضيلة القرقوري في جزءها الثاني اللي تحدثت على المهمة الرقابية لدائرة المحاسبات. إذا كان عندكم أسئلة أو انتقادات أو ممكن إضافات تحبوا تبلغوا هنا مرحبا بكم، هذا يفرحنا بالعكس ونحاول نجاوبكم على قد ما نجمو، وحتى إذا كان نمشيو نلوجو على الإجابة من مصدرها 99-326-325 وتنجموا زادات تبعثونا رسائل كسوسوا على صفحة الفيسبوك بر الأمان أو حتى على التويتر كيف بر الأمان. التسجيل هذا باش تلقاوه على ذمتكم في صفحة البرنامج اللي ما زلت كيف كرتها، و تنجموا زادة تلقاو يعني الروابط للتقارير متاع دائرة المحاسبات على صفحة فيسبوك. وتوا بعد ما قمنا بالجزء الأول من الجولة متاعنا اقترح عليكم أغنية الفهم الرياحي مع بندرمان. الله يسامحك ويغفر لك من القلب أنا ندعي لك من القلب أنا ندعي لك عين الندم أنا نغزر لك وانتي في حضن خليلك وانتي في حضن خليلك الله يسامحك ويدلك الله يسامحك ويدلك يا تايها في سبيلك يا تايها في سبيلك كنت عروقي وانا دمي كنت دفع
وانا السم كنتي سكاتي روح حكاياتي صباحي ولا بالليل كنتي لي منا عايشك نستنى كنتي السكرة وانا كنت الثملة في خيالك نذوق الويل يكلام في الحب ومعانيه حلفتي عوام لعمرك تغدر بيا نار الهوى حرقت لي بيني وبينك قلتي مريض ما عاد يصلح بيا الله يسامحك ويدلك الله يسامحك ويدلك يا تايها في سبيلك يا تايها في سبيلك بسم الله كنت الباب وانا الفلة كنت الورقة وانا قلم الزينة صغير وانت الحلوة في الفترينة يا ملك الموت وانا الروح يا ضحكة وانا الدمع ينوح كنت السكرة وانا كنت الثملة في خيالك نذوق الويل نتمنى ليك الموت كي تمشي لغيري ما تفرح وما تهنى كان بيا ما تزهنك الأيام كان في خيري هكا ولا خلني تفنى الدنيا الله يسامحك ويدلك الله يسامحك ويدلك يا تايها في سبيلك يا تايها في سبيلك مرحبا بكم مستمعينا تسمعوا في الإذاعة الوطنية التونسية هذا برنامج بر الأمان أنا محمد حداد نقدمه لكم ونرافقكم اليوم في هالساعة من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة نهار الأربعاء 23 ماي كنا في الجزء الأول من حصتنا قمنا بزيارة في شكل حوار مع سيدة فضيلة قرقوري توا من قبل ما نتعدوا للجزء الثاني باش نسمعوا مع بعضنا كرونيك التدوينة هذه حول مفهوم اسمه المهمة الخاصة في الميزانية واللي هو مهم جدا لدائرة المحاسبات اللي غدوة باش تولي محكمة المحاسبات لأنه اللي موجودين اللي يخدموا اليوم في دائرة المحاسبات القضاة أو حتى الإداريين يطالبوا أنه الدائرة أو المحكمة باش تكون عندها صبغة مهمة خاصة تبربيشة تبربيشة الهيئة اللي باش تتمتع بالصفة هذه باش يولي من حقها تحدد بنفسها ما تقدم من احتياجات مالية لبرنامجها السنوي وهذا يعني انها باش تولي هي تتفاوض مباشرة مع مجلس النواب وما عادش مع الحكومة كيما جاري به العمل حاليا بالنسبة لدائرة المحاسبات التوزيع الجديد هذا يفترض انه يحسن في نجاعة التصرف في المالية العمومية ويضمن المسالة حول استعمال الموارد وتحديد المسؤوليات المفهوم القانوني هذا مازال ما دخلش حيز التنفيذ في تونس لكن معمول به في دول اخرى كما فرنسا ورد في مشروع القانون الاساسي للميزانيه اللي مازال ما تمش المصادقه عليه في البرلمان وهو يدخل في اطار حزمه الاصلاحات المطلوبه دوليا واللي يفترض انها باش تعاون على تعزيز الشفافيه والمراقبه البرلمانيه على حسابات ونفقات الدوله ويمكن تلخيص روح الاصلاحات هذه في مبدا منظومة التصرف الميزانية حسب الأهداف خلينا نزيد نفهم الروح متاع التصرف حسب الأهداف اللي موجود في مشروع القانون الأساسي للميزانية ما عادش يتم توزيع الميزانية حسب الوزارات كما كان قبل بل توزيعها حسب المهمات والبرامج مع تحديد أهداف لكل برنامج ومؤشرات نقيس بها مدى تحقيق الأهداف هذه وبالتالي تنجم تولي كل وزارة مهمة تقوم على برامج والبرامج هذه تنقسم دورها إلى سياسة عمومية وبرنامج فرعي بحيث تتحول مختلف الوزارات وحتى رئاسة الجمهورية إلى مهمات ويولي كل من البرلمان ومجلس أعلى القضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة مهمات خاصة هذا شو يعني؟ يعني أنه نظرياً باش نتخلاو على التقسيم المالي للوزارات وهكا تولي الوزارات تقسيم إداري فقط
أما تقسيم الفلوس باش يولي حسب البرامج، وهذا يفترض أنه يسمح لنا أن نراو تكلفة السياسة العامة بأكثر وضوح، على خاطر باش نوليو نراو تكلفة البرامج ولا المهمة بأجزائها الكل. تبربيشة تبربيشة. أنتم على أمواج الإذاعة الوطنية وتسمعوا في برنامج بر الأمان، وموضوعنا اليوم هو الزيارة نقوم بها معاكم في دائرة المحاسبات اللي باش تولي محكمة المحاسبات بمفعول الدستور بتاع 2014. بعد ما تحدثنا مع رئيسة غرفة السيدة فضيلة قرقوري، خلينا نمشوا نكتشفوا جانب آخر من دائرة المحاسبات اللي اليوم اسمه مندوب الحكومة، واللي كي باش يتم تصويت على مشروع قانون أساسي لمحكمة المحاسبات باش يولي اسمه وكيل الحكومة. وكيل الحكومة أو مندوب الحكومة اليوم هو يمثل النيابة العمومية، وباش نتعرفوا على جانب هذايا حاورنا السيدة أمال اللومي بواب اللي هي مندوبة حكومة. النيابة العمومية دابيتود معروفة في القضاء العدلي بتوجيه التهم والدفاع على الحق العام، أما في القضاء المالي اللي يهمنا اليوم مهمتها السهر على الدفاع على الحق العام من غير توجيه التهم. خليكم معها مع السيدة اللومي بواب. بر الأمان. هو معناها فما دور نجم نقولوا اون امون، انه خاطر دائرة المحاسبات في اطار الاختصاصها ومعناتها ونظرها في التصرف والحسابات، هي معناتها مطالبين المتصرفين في الاموال العموميه باش يقدموا بصفة آلية وطبقا للقانون يقدموا معناتها حساباتهم لدائرة المحاسبات، ومعناها وثائق مختلفة اللي تثبت الحسابات هذه واللي منصوص عليها في قانون المتعلق بدائرة المحاسبات وفي مجلة المحاسبة العمومية. دونك هي النيابة العمومية أول وظيفة تقوم بها هي أنه تسهر على تقديم الحسابات بصفة منتظمة، معناتها كل ما هو من هو مطالب بتقديم حساب وكل ما هم يتبعوا من وثائق إثبات. لكن النيابة العمومية دورها حسب القانون أنه معناتها كل وثيقة وكل شخص مطالب بتقديم حسابات يقوم هذاك بالطريقة المضبوطة وفي الأجل القانونية. دونك هذا هو معناتها أنفات حسب القانون شنو معناتها تأمين العلاقة مع الهيئات الخاضعة للرقابة. دونك فهمنا دونك شنو معناتها اش معناتها تأمين العلاقة مع الهيئات الخاضعة للرقابة، وفما من في القانون معناتها ديما الجاري به العمل فما فصل اللي هو الفصل 38 يقول إذا عثرت دائرة المحاسبات أثناء فحص الحساب ولا أثناء قيامها بالعمل الرقابي على مخالفات توصف بكونها جناية أو جنحة، يقع تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها امام المحاكم ذات النظر. دونك هوني معناتها نراو نحب معناها انت نفتحوا المجال باش نحكيوا على ما بعد الاعمال الرقابيه. يعني اذا كان نلقاو تقرير توا في دائره المحاسبات في الموقع نتاع دائره المحاسبات يقول القائل دائره قامت بملاحظات توصيات ثم رد، اي ومن بعد هذا هي النقطه اللي انت نظن تحب تاكد عليها على خاطر السيده من لومي بواب. هي كيف نرجعوا دونك للاحكام نتاع القانون نقولوا معناها اللي يبين معناتها شنو ان فات الهدف ولا شنو تفضي الاعمال نتاع دائره المحاسبات. فما الفصل يقول انه على دائره المحاسبات بالنسبه الى الهيئات الخاضعه لقضائها او مراقبتها او تقديرها ان تكشف عن كل المخالفات وتاذن بالتصحيح اللازم وتقدر طرق التصرف وتعرض الاصلاحات التي ينبغي ادخالها. دونك هذا هو دونك الدور في المعنى احنا علاش نقوم باعمالنا الرقابيه للكشف عن المخالفات، وعلى اساس هذاك دونك يؤذن بالتصحيح اللازم نقدروا طرق التصرف. معناتها دونك خاطر ما حناش احنا في اعمالنا الرقابيه مش نشوفوا كاين شي مدى الالتزام بالقانون والا بالترتيب، لا رقابتنا زاده تمتد الى مبادئ حسن التصرف. اسكو المتصرف العمومي احسن التصرف؟ اسكو معناتها مبادئ النجاعه والفعاليه والاقتصاد في التصرف في الاموال العموميه. دونك هي تقدر دونك من شراء مش تكشف كل ما هو مخالفه للقانون ولا للترتيب، هذه تسمى رقابه التزام.
دونك مدى الالتزام بالقوانين، وزاد تقيم وتقدر معناها الى اي مدى كان التصرف سليم وفقا لمعايير النجاعه والفعاليه، وتعرض الاصلاحات. دونك هذوكم هما التوصيات اللي معناتها على ليسيو دو توت ميسيون دو كونترول. دونك تقدم يعني تقول راهو مثلا ما كانش المتصرف ولا الهيئه اللي خضعت للرقابه معناتها ادائها ما كانش في المستوى المطلوب، ودونك تعطي يفضي هذاك الى توصيات لتحسين التصرف. هذا منشي من جهه، ومن شيرة اخرى كما قلت لكم دونك نرجعوا للفصل 38 اللي يقول اذا كان عثرت دونك الدائره على مخالفات، خاطر معناتها المخالفات انواع، ثم حاجه سوء تصرف وثم حاجه درج من انك واحد فساد اللي حط فلوس في مكتوب ودونك وقتها تولي ما عادش من توا نوصلوا راهو حتى انت حليت لنا قوس على الفساد، راهو حتى ما فماش اشاره في القانون اللي يتعلق بداية المحاسبات اللي نظموا الا القوانين الخصوصيه اللي فيها تنصيص على مهام الدائره، معناتها مساله الفساد. حتى الفساد انا حسب رايي معناتها هو يندرج في اطار الاخطاء ولا الجرائم الجزائيه، واللي دونك المجله الجزائيه هي اللي مختصه بتحديدهم تولي قضاء عدلي. يعني اختصاص احنا اختصاصنا حتى مرجع دونك اختصاصنا واضح رقابه ونمارسوها حسب معايير اللي المعايير المهنيه في مجال الرقابه الاداريه والمحاسبه، ونرجع ونحكي انه هذه من المعايير هذوما ديجا فما معايير دوليه معناها في الغرض واللي احنا متبنيينهم كدائره محاسبات، وفيما في مرجع نظرنا القضائي معناتها نمارسوه على حسابات المحاسبين العموميين، واختصاصنا معناتها ما يشملش كل ما هو جنايه او جنحه اللي هو يدخل في اطار اختصاص القضاء العدلي ويندرج تحت قلت المجله الجزائيه، وهوني معناتها ياخذ مسار وتقع الاحاله للمحاكم. يعني اذا كان حاصل النقطه هذه انت تقول انه دائره المحاسبات ما عندهاش صلاحيه باش تقول هل هذه حاله فساد ولا لا، اللي تنجم تقول لهنا ثم شبهه، لذا باش نعطيه للقضاء للاشخاص وللمصالح اللي هما مختصين بالشيء هذا، هما باش يبتوا، هما باش يعملوا لونكيت نتاعهم، وهما باش يقروا في المساله هذيك. انتم الحدود تقف في معاينة سوء التصرف، حتى سوء التصرف شو حتى سوء التصرف ثم هيكل خاص اللي يختص به اللي هو تحدثنا فيه شفناه موجود في البلاك اللي في المدخل نتاع المبنى اللي هي دائرة الزجر المالي. الاختيار الالفاظ مش الالفاظ عبارات، خاطر هما هذوما كلهم معناها عبارات عندهم صبغة قانونية، فما فرق ما بينات مخالفة وما بينات خطأ، وفي الخطأ فما الخطأ ذو طابع خطأ تصرف معناتها واللي عنده تعريف قانوني، وعندنا الخطأ الجزائي اللي عنده تعريف قانوني، وعندنا مصطلح الفساد اللي هو زاد عنده تعريف. احنا في دائرة المحاسبات دونك كما نرجع نقول لك الفصل 8 من القانون المنظم دائرة المحاسبات يقول تكشف عن كل المخالفات، يعني دونك نحب نرجع للدرج نتاعها التكنولوجيا نتاع احنا شنو معناتها نوعيه المآخذ او كنستعملوا ان غرياف، معناتها شنو لي غرياف اللي تقف عليهم دائره المحاسبات، احنا في القانون مسمينهم مخالفات. من بعد تكييفها حتى احنا في تقاريرنا نقولوا معناها تم الوقوف على مخالفتي القانون الفلاني معناها من قبل هيئه فلانيه، والمخالفه هذيك من شأنها ان تشكل اخطاء تصرف، خاطر هي نجم نوصفوها احنا المخالفه هذيك، اما نقولوا من شأنها مش ما نحكموش عليها، خاطر فما هيئه قضائيه اخرى هي اللي تحكم في اخطاء التصرف. واذا كان اذا كيف نمشي ونكشفوا على مخالفه اللي هي معناها لي زيليمون اللي عندنا، خاطر احنا راهو معناها نقولوا مخالفه راهو راها ملف كامل
وراها نقول احنا تعمقنا فيهم بالمنطقه تاع معناها المنطقه انه نبحثوا معناتها كيف نقولوا راه هذاك اللي نكتبوها الملاحظه اللي نحطوها في التقرير راهي وراها ملف كامل. معناتها اذا كان لي زيليمون اللي عندي فيها مجموعه من القرائن ولا مجموعه من الادله ولا اللي تخليني نجم نعتبرها ولا من شأنها ان تمثل خطا جزائي استيلاء على اموال عموميه ولا رشوه ولا هذاك تخرج من نظر دائره المحاسبات معناها ياخذ مسار اخر وهم تدخل للنيابه العموميه. نحس فيك سيده لومي بواب لهنا تخش عليك قاعده تاكد على اهميه دقه الكلمات بالاخص اللي بعد 2011 دائره المحاسبات التقارير نتاعها واليوم موجودين اون ليني على الموقع نتاعكم ونجموا نشوفوا يعني عند زملائنا ولا حتى عند مواطنين انه الحدود ما بين مخالفة سوء تصرف خطأ تصرف فساد استيلاء على الأموال العمومية ما ثماش حدود واضحة ما بيناتهم. ودونك لهنا انت تحب تأكد الأكثرية على التفرقة وانه كل كلمة عندها معنى قانوني، ثم حاجة تهز الحبس، ثم حاجة تهز فقط يعني مش تعطي خطية، ثم خطية متاع 200 دينار وثم خطية متاع 12 شهرية، ثم يعني ثم التدرج اللي بالضبط تأكد عليه. كان تسمح محمد كان ترجع توا احنا معناها ان شاء الله في القريب معناها في فترة قريبة مش نصدروا التقرير 30 سنوي 30 معناها دونك فما 29 تقرير أنجتهم والأصدرتهم دائرة المحاسبات وهي حصيلة أعمال معناها كل عام كل سنة قضائية. دونك نقوم بمهام مجموعة من المهام وصلت عامله ولل 28 مهمة ونتائجها تضمن في تقرير سنوي. ما كانت تحل التقارير 29 اللي صدرت ما كنتش تلقى كلمة فساد على خاطر احنا معناها حريصين انه ما نحطوش في تقاريرنا الا معناها العباره اللي لازمها تتحط معناتها. دونك يعني شفنا في الندوه الصحفيه مثلا اللي قامت بها الهيئه دائره المحاسبات في تقديم وين قدمت التقرير نتاعها على الهيئه العليا المستقله للانتخابات ما سمعناش كلمه فساد. ما شفنا مثلا انتداب دون موجب، شفنا مثلا تحويل دون سان جوستيفيكاسيون يعني تم ثم فلوس تصرفوا من غير ما نعرفوا وين تصرفوا، شفنا انه ثم حواسيب و دي زامبريمونت اختفوا كان ديسباروا. اما حتى مره ما وقع توصيف بكلمه فساد. هذه جو بونس اللي اكدنا عليها النقطه بطريقه واضحه. اما لهنا مثلا انت شاتك كمندوبه للحكومه وبالقانون الجديد باش يولي اسم وكيل الدوله، هل دورك انك تدافع على الهيكل العموميه اللي هم التابعين بعض منهم جهاز تنفيذي ودونك تابعين للحكومه بطريقه مباشره او غير مباشره، والا دور نتاعك انه تقوم بدور الوسيط؟ نرجع لدور دور النيابة العمومية اللي هي في المطلق هي دفع الحق العام وهي ودفع الحق العام ودفع على تطبيق القانون. الحق العام في مجال اختصاصنا وهو راهو هذا معناها فيه شوية اجتهاد شخصي معناتها نجم أنا نقول قراءتي معناتها قراءتي للأمور أنه حق العام بالنسبة لدائرة المحاسبات هو حق المواطن في أن من يتصرف في الأموال العمومية اللي هي فات معناها متأتية من دفع الضرائب اللي هو المواطن، دونك في حقه أنه الناس اللي هو فوض لهم عن طريق معناتها في نظام ديمقراطي معناتها اللي هو في الاخر السياده للشعب وانه الناس اللي توتوا معناتها تمارس السلطه وتتصرف معناتها في هي اللي تمنى تتصرف في اجهزه الدوله ودونك معناها من خلال هذيك دونك هي متاح لها تصرف المال العام حقه في انه يحسن التصرف في المال العام. دونك انه هذوك من الناس ينضبطوا للقانون معناتها خاطر هو راهو الانشطه نتاع اجهزه الدوله والمؤسسات العموميه اكسيتيرا كلها ضابطها القانون. دونك المواطن عنده الحق في انه الناس هذوكم تنضبط للقانون
وبخلاف الانضباط للقانون في انه زاد انه كان فما اهداف لابد من تحقيقها يزيد يكون معناتها ناجح في تحقيق الاهداف انه يوصل للاهداف هذيك باقل التكاليف انه يعدل زاد معناتها يعدل معناتها في توزيع الثروات على خاطر هذا الكل زاد منصوص عليه بالقانون دونك انا كنيابه عموميه في مؤسسه اللي هي مهمتها الرقابة حسن التصرف على المال العام أنا ندفع على الحق هذاك دونك متاع أنه المواطن يلقى حقه يعني لا تدفع على الهيكل المراقبة لا تدفع على موقف القضاة أما تدفع على شيء آخر اللي هو مبدأ الحق العام دونك ففسرت نظرتي ليش معناتها الحق العام في مجال نظر دائرة المحاسبة خاطر المستثمرين نسمعوها كلمة جريمة ضد الحق العام يعني نسمعوها أكثر في قضاء العدلي وممكن دونك أنا طوعتها للمجال الاختصاصي معناتها دونك الحق العام هو نسي حق المجتمع في أنه الناس اللي موكول لهم التصرف في المال العام يحسنوا التصرف فيه. مرحبا بكم مستمعين أنتم على أمواج الإذاعة الوطنية التونسية تسمعوا في برنامج بر الأمان في حصته عدد 23 حصة هذه موضوعها زيارة في دائرة المحاسبات اللي هي نجم نقوله الإكسبير كونتابل متاع الدولة التونسية وفي نفس الوقت تلعب أحيانا دور المدقق في الحسابات. كنتوا تسمعوا في جزء الأول من حوارنا مع مندوبة الحكومة السيدة أمال اللومي بواب. خليكم توا تسمعوا أغنية أخرى لمجموعة تونسية جولترا ساوند سيستم والغنية هذه اسمها قولوا لي. نرجع شارع طيب المهيري إلى مقر دائرة المحاسبات في آخر جزء من الحوار مع السيدة أمال اللومي بواب مندوبة الحكومة في دائرة المحاسبات تكمل تقدم لنا دورها في الهيكل هذا. بر الأمان. هل مندوب الحكومة هل سيادتك يعني كمندوبة الحكومة تدخل في اختيار الهيكل اللي باش يتم مراقبتهم أو ذكروا لي ثم هيكل يتراقبوا لي ثم زادة محاور يتراقبوا نجموا مثلا نراقبوا منظومة الصرف الصحي في تونس كيفاش يتم تصرف فيها حسب المدخلين ومختلف المدخلين مختلف الوزارات مختلف الإدارات هل أنتم تدخلوا في الاختيار هذايا؟ يعطيك صحة على السؤال دونك احنا معناها مسارنا الرقابي يبدا بمرحلة البرمجة دونك كيفاش نبرمجوا مهامنا الرقابية نبرمجوها حسب معايير موضوعية معناتها خاطر احنا شنو المعايير اذا كان كل عجلة اي معناتها معايير مستمدة معناتها من كيف معناتها من التجارب ومعناها كيف متفق عليها معناها الان في مستوى الأجهزة العليا للرقابة انها معايير موضوعية اللي هي اول حاجة نجم تكون انه الاموال العمومية المرصودة معناتها القيمة ان تيرم دو فالور معناتها وين ما فما اكثر اموال ان جو نجم هذاك معيار باش تتوجه له دائرة المحاسبات مش لو سول راهو مجموعه من المعايير نحب جانسيست سور سا دونك معناها هي دايور هي مهمه معايير كميه ونوعيه
واضح. نحاولوا باش نوافقوا ما بيناتهم خاطر احنا وبيان سور فما لي ريسورس احنا معني على الوسائل البشريه والماديه اللي مخاوله لنا ما نجموش نغطيو كل شيء. دونك هيك علاش احنا نعملوا برمجه سنويه وهي في اطار برمجه معني على مدى متوسط معناتها نعملوا برنامجنا بتاع 3 سنين وفي اطار ونعملوا برنامج سنوي. يعني من توا تعرفوا شنو الهياكل اللي باش تمشيو لهم العام الجاي والعام اللي بعده فوالا ومع بعض لي اجوستمون. دونك بالنسبه للمعيار الكمي راهو قداش فما مال عام معناتها اون جو. هذايا ما يعنيش انه احنا مش نهملوا وين ما فماش مال عام، اما فما معناتها فما معايير اخرى اللي هي تنجم تكون معناها حاجه عندها تاثير كبير على حياه المواطنين يعطيك الصحه والا مجال اللي احنا زاد عندنا اون سيرتين فاي معناتها نشوفوا وين من الاهتمام نتاع السلطات العموميه. دونك نحاولوا باش معناتها باش تكون عندنا اضافه من خلال اعمالنا، مش احنا قاعدين في برجنا العاجي ونخدموا معناها كونتنون تونو دو نوتر انفيرونمون. بالعكس احنا اون لو في ونحبوا نحسنوا حتى معناها طريقه المردوديه في الاطار هذايا. دونك التوفيق ما بينات وين فما مال عام وما بينات الحاجه معناتها مشاغل نتاع مواطن ما بينات اهتمام سلطات عموميه وينجموا احنا تدخلنا وتوصياتنا ينجموا معناتها يوجهوهم فيه في اتخاذ القرار، وما بينات انه معناتها زاد حتى فما دي زونتيتي صغار ما يلزم كمان تشملهم الرقابه ديما نحاولوا معناتها حتى احنا مبرمجين باغ اكزومبل في معناتها في البرنامج الحالي جمعيه صغيره ولو هي جمعيه صغيره مي زاد معناها ذكروا انه ثم في الموقع نتاعكم ثم لو تي اساس اللي هي الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي صلحني كان غلط شملتها. واللي هي اكبر جمعيه تتحصل في تونس على تمويل عمومي بالضبط. وانت ذكرت لنا زيد تول انتغيمي الاكستريم الاخرى اللي هي جمعيه صغيره انتم زيد تراقبوها على خاطرها تحصلت على تمويل عمومي. هو احنا مبرمجين معناها السنه فما مهمه معناها ستجرى على جمعيه، اما راهو في التقرير يكون 27 كان مانيش غلطه ولا 26 فما تقرير حول جمعيه كره القدم اللي هي معناتها ولو هي معناتها جمعيه صغيره محبي الكره اليوم نهار الاربعاء ثم ماتشات بعد شويه ممكن ممكن المستمعين ينجموا يمشوا يطلعوا على التقرير على الجمعيه التونسيه كره قدم ويلقاو العديد من المعلومات وكانت محل متابعه ونرجعوا معناتها لمساله المتابعه. دونك معناتها حطينا سبونا على معناها برشا مواقع تاع خلل وكانت موضوع متابعة في مستوى الوزارة في مستوى الحكومة وحتى دعينا كدائر المحاسبات باش نشوفوا كيفاش معناتها شنو ما الاجتهادات اللي عملتها معناتها السلطات المعنية باش معناتها كل ما تم الوقوف عليه من إخلالات معناتها تحاول معناتها باش تصحح ومعناتها كان فما فايدة من رقابتنا معناتها الانتيتي اللي ولو هي معناتها تظهر في الظاهر الصغيرة ما معناتها عندها من شراء معناتها عندها مال عام ومن شراء تتصرف في مرفق عمومي مفوض لها خاطر راهو المجال الرياضة راهو مازال كيف مضبوط بالقانون. هل تنجم دائرة المحاسبات تدخل في هيك المهمة في حياة المواطنين كيف ما نذكر مثلا وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية أو مجلس نواب الشعب بالطبيعة؟ النيابة العمومية دورها هو أنه معناها نسهروا على معناها حتى في اختيار الموضوعية معناتها إلى أي مدى كنا موضوعيين وكنا معناها بارتينون في اختياراتنا وتنجم معناتها هي بدها تقترح معناها إذا كان فما مجال معناها حسب الرأي العام وحسب معناها ما يطرح معناها في لي ميديان ومجال فيه معناها كما تقول اونتر غيومي راهو الوسائل العالية تحكي على الفساد هذاك تحكي على روحها جست احنا معناتها المجال اللي هو فيه معناتها شبهات اكسيتيرا تجم تقترح تجم توجه. المهم النيابة العمومية تسهر على انه البرنامج تم وضعه بكل موضوعية ما مشيناش لحد معناتها على خاطر حاجتنا باش نمشيو له الا انه فما وراء معناها مشينا ولا تناولنا الموضوع هذاك معناها يكون فيها فم في اضافة للي معناتها مستهدفينهم بالرغم بالتقارير نتاعنا معناتها مجلس النواب ولا السلطات العموميه الاخرى ولا المواطن اكسيتيرا. دونك تكون الامور مضبوطه بكل موضوعيه. دونك هذا كيفاش معناها شنو التدخل. والسؤالك انه
اسكو رقابتنا تنجم تشمل رئيس الحكومة، تنجم تشمل أي معناتها نجيو بكاي نعم، تشمل رئيس الحكومة، تشمل مجلس النواب، تشمل أي وزارة معناتها من الوزارات اللي معناتها تتصرف في مال عام بما فيها وزارة الداخلية، واللي شملتها يمكن في التقرير 23 كان ترجعوا له تلقاو اللي معناتها فما أعمال رقابة معناتها شملت النفقات نتاع وزارة الداخلية، والقانون يسمح لنا معناتها بالحصول على كل المعلومات ذات العلاقة بالأموال العمومية، وحتى ومعناتها ما نجموش حتى يعارضونا بالسر معناتها لا سر السر معناتها مثلا اذا يكون عندهم علاقه بالدفاع ولا حاجه، خاطر احنا معناها اذا كان معناها معطيات عندها صبغه سريه نعالجوها في اطار معين اللي هو يضمن عدم افشاء ولا عدم المساس بالضمانات نتاع الاسرار الامن ولا اكسيتيرا. دونك حتى نرجع ونقول اللي صلاحياتنا واسعه وشامله الكل ما يتعمى فيها مال عام مهما تكون الهيئه اللي تتصرف فيه. اما في القانون ان شاء الله توا الجديد نتاعنا اللي هو دونك مشروع مصبوب في المجلس تاع نواب الشعب، مشروع عنده قانون اساسي 38 يظهر، ومعناها تاريخه يرجع لمارس 2016 وقت اللي احنا صغناه، ومعناها وحطينا فيه احكام اللي هي تمكننا من الموارد الضروريه اللي تخلينا نقوم بالمهمه نتاعنا، وطالبنا بان ستاتيو بودجيتير اللي هو معناتها نظام تاع ميزانيه. دونك احنا في قانوننا جديد وحطينا احكام اللي تضمن لنا هذايا معناتها انه توفر لدائره المحاسبات الموارد الضروريه باش تقوم بالمهمه نتاعها الماليه، دونك من خلال اعطائها هذايا النظام الميزانيه اللي اسمه مهمه خاصه سي اون ميسيون سبيسيال على معنى توا القانون الاساسي للميزانيه. دونك الجديد اللي هو قاعد في المجلس توا في لجنه الماليه يدرسوا فيه، واللي ان شاء الله معناتها ياخذوا بعين الاعتبار المعطى اللي انا قاعده نحكي فيه اللي هو معناتها من دونه راهو دائره المحاسبه مش قاعده ديما تابعه في جانب هام معناتها للرئيس الحكومة ولا للجلطة التنفيذية. بر الأمان. مرحبا بكل المستمعين متاعنا، إذا كان خلطوا علينا توا تهنيوا وما ضيعتوا حتى شيء، الحصة هذه موجودة على صفحة الفيسبوك بر الأمان بالعربية وإلا بالفرنسية، لذا تنجموا تلقاوها وتسمعوها، تعطيونا آراءكم انتقاداتكم واقتراحاتكم، وتنجموا تتواصلوا معنا بالموزع الصوتي 99-326-325. نحب نشكركم باسم فريق جمعية بر الأمان على حضوركم معنا، على متابعتكم، على ردود أفعالكم، وعلى كل التفاعلات مهما كانت اللي وصلت لنا. كيف ما قلت لكم في أول الحصة، الحصة متاعنا هذه باش تكون الأخيرة في الموسم الثاني نظرا لقدوم شهر رمضان، وإن شاء الله نتلقاو على قريب. كملوا تنجموا تكملوا تتواصلوا معنا وتقراونا وتسمعونا على صفحة الفيسبوك بر الأمان بالعربية وإلا بالفرنسية. كان معكم محمد حداد، شرفني أني رافقتكم سنة، وإن شاء الله نتلقاو على قريب. إلى اللقاء. بر الأمان.